اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة صافية رائعة. جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. هذه التمريرة الطولية في طريقه الى المرمى. يلعب كره كره تصطدم في القائم. تمريره كارثيه يا جماعه. محمد صلاح كره في الشباك، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. في مواجهه من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأهيل. فرصة للتسديد. لعبة في منتهى الروعة. هدف. الكرة في شباك. الحارس مسكين غير قادر على فعل شيء أمام هذه التسديدة. كيتاب. مرت الكرة. لمسة بينية. وانتهى المشوار. نتيجة تعكس الأداء. العرض المذهل. الأداء الكبير اللي يقدم هذا اليوم. الفوز مستحق. والجماهير عليها أن تحتفل. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد. الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز. الروح القتال.